لأننا أمام عصر جديد مختلف عن الثقافة الورقية، وجد الإنسان نفسه منذ سنوات قليلة في قلب ثورة النانو تكنولوجي، مطالباً باستخدام تقنيات بارعة تربط العالم الافتراضي بالواقعي، وربما حتى محو الواقع وإحلال الافتراضي مكانه بكل بساطة. وصار مجبراً على الجمع بين مهارتين، مهارة الإبداع ومهارة إتقان استخدام التقنيات الحاسوبية. ولأن الثورة الرقمية ترتكز على تخزين البيانات ومعالجتها والتحول إلى التكنولوجيا الذكية ومحاور العيش الذكي والطاقة النظيفة ومكونات أخرى، فإنه من الضروري مواكبة عصر الرقمنة لتفعيل دور الإعلام الوطني والقومي في تحقيق عملية حوار إنساني خلاق والمساهمة في بناء التنمية المعرفية الداعمة لاستقرار الدول والشعوب. ويأتي ملتقى الإعلام الجديد هذا العام في نسخته الثانية تحت عنوان الممارسات الإعلامية التزامات وطنية ومهنية، بعد النجاح الواسع الذي حققته النسخة الأولى، ليناقش عبر محورين رئيسين: الأول الشائعات استراتيجيات المواجهة وأسس بناء الرأي العام، والثاني تنظيم الإعلام الإلكتروني وإشكاليات الحرية والرقابة، حيث يناقش الخبراء والاختصاصيون آليات تعاطي وسائل الإعلام التقليدي والإلكتروني مع الشائعات والحروب الإعلامية ودور المعنيين في وزارات الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين ووسائل الإعلام خطابات الكراهية والعنصرية والتحريض المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أما المحور الثاني سوف يتطرق المتحدثون فيه إلى مسألة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية، خاصة الحسابات المتعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسليط الضوء على ما يعانيه قطاع الإعلام الإلكتروني من عشوائية في العمل، لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية الوطنية تجاه ما يتم نشره من أخبار ومعلومات. وعلى هامش الملتقى ستعقد حلقتا عمل، الأولى بعنوان مهارات كتابة المحتوى الرقمي وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وآليات مواجهة الذباب الإلكتروني وكيفية الوصول لأكبر عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. أما الحلقة النقاشية الثانية فستعالج طرق التحقق من الأخبار الكاذبة وكيفية مواجهة الأخبار المفبركة ووسائل التسويق للأخبار الصحيحة. وفي الأخير يرحب منظمو الملتقى بالضيوف والخبراء والمشاركين متمنين لهم إقامة ممتعة تحت رذاذ الخريف.